السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون متتبعي القناة قناة الوحيدات، كنجيب لكم الجديد بالنسبة للفوائد والفوائد ديال الزيتون والفوائد ديال أوراق الزيتون والفوائد ديال آخر شيء في الزيتون اللي هو هذا الفيتور. بعد كنحيدو منه الزيت، كيتعصر منه الزيت، كيدوز من البريصه، كنحيدو الفيتور حتى هو كيتباع بواحد النسبه ديال واحد الثمن، ولكن في واحد الفوائد كثيره بالنسبه للدواجن والمواشي الاغنام والابقار. وسبحان الله العظيم الدجاج تياكل بزاف، وكياكل ديك الزنينه اللي تتكون في العظم، اللي كيكون في العظم ديال الزيتون، باش كيتطحن وكيدقدق داك العظم، كيبقى واحد الفرتيد ديال ديك الزنينه، هو اللي كيبحث الدجاج وتياكلو. وسبحان الله العظيم تيسمن عليه مزيان. وبزاف ديال الفوائد هاد شجره الزيتون اللي هي شجره مباركه، المرجان ديالها تيشربوا الاغنام حسب كيصفيها مزيان، كيصفيها من الامراض. والزيت اللي هي غليظه، ديك الزيت اللي كتكون غليظه والمرجان مخلطه بديك الكشكوشه اللي كتكون من الفوق، والمرجان تيشربوا المواشي الاغنام والابقار. وبالنسبه للفيتور حتى الارانب، يعني قنيه حتى هي كتاكل هذا الفيتور، قنيه كتاكل الفيتور والدواجن بكثره. الدجاج سبحان الله العظيم راه ما يزكاش من الماكل، كيضل كاع النهار ياكل في الشيء ديال الزيت ديال الفيتور. وعندو عدة سميات، عندو سميه الفيتور كاين اللي تيقول ليه الخمل، كاين اللي كل شيء يسميه الزبريوخ، كل واش كيقول ليه من سميه، ولكن هو هادي كنقول النفايات ديال الزيتون اللي هي الفيتور. الفيتور راه حتى هو كذلك كيتباع وكيعاود يمشي للوزينات، وكيتصنع منه الصابون البلدي، وكيصنع منه علف نيت للمواشي سبحان الله العظيم. وكنوعدكم بالجديد والمرجوم الاخوه الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، والضغط على زر لايك. كنوعدكم بالجديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.